عمل قراءة يوميا عشان ما نامش احس انها مقصر نعم عفوا، لو في اثر في ذلك، أثر فيه يعني زي الحد الادنى من طاعة الله عز وجل يوميا عشان ما نامش ولا احس ان انا مقصر في جنب الله. ما فيش حد أدنى، حد الأدنى الصلوات الخمس في جماعة، طيب انا وتمسك قررت اصلي لسانك. فيها. ها؟ نعم. في يعني ليا صديق اخ في الله، فيعني هو في موضوع انكار المنكر وكده، انا ارى ان هو يسترسل قوي في الموضوع وبيستزيد قوي فيه، يعني بيقول انا مش عايز اقف عند اضعف الايمان اللي هو الانكار بالقلب، فانا عايز كل واحد اشوفه في الشارع مثلا ماسك سيجاره او واقف مع واحده او بيعمل اي منكر ايا كان ومشغل اغاني، اقف لكل واحد امره وانهى امر معروف عن قال المنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماشي. بس وقال هي في اسمع الكلام للآخر، قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا أحد الأقوال: فذكر حيث ترى أن الذكر تنفع، أما إذا رأيت أن الذكر لا تنفع قف حتى لا يتأتى الفساد، والله أعلم.